السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصدقائي، ربنا تكونوا دايما بخير كل لحظة، وحضراتكم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. وقدم لكم اسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم، وسعر الدولار والريال السعودي في السوق السوداء من قناة انا وحياتي، فضلا منكم اخواتي، اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اولا اسعار الدولار والعملات في البنوك: الدينار الاردني سجل 67 جنيه 15 قرش، سعر الدينار البحريني 126 جنيه 21 قرش، سعر الريال القطري اليوم في البنوك 13 جنيه 68 قرش، سعر الريال العماني اليوم في البنوك 123 جنيه 58 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك 60 جنيه 81 قرش، سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك 155 جنيه 36 قرش، سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك 12 جنيه 95 قرش، سعر اليورو 51 جنيه 79 قرش، سعر الريال السعودي اليوم في البنوك 12 جنيه 68 قرش، سعر الدولار الامريكي اليوم في البنوك الشراء سجل 47 جنيه 48 قرش، والبيع سجل 47 جنيه 58 قرش. سعر الدولار الأمريكي اليوم والريال السعودي في السوق السوداء: الريال السعودي سجل اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 68 قرش، وسعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 48 جنيه 55 قرش، والبيع سجل 49 جنيه 3 قروش. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.